وفيها القمة هذه أكثر عن الاثنين اللي شيك متاعنا احنا اللي شيك متاع الاسبيون الظهر ذاك علاش ما نجمش فوليوم برشا متاع كورة ذاك اي ما تنجمش تستنى من دي ليكيب تلعب على لي تيتر تلعب على تشامبيونز ليغ بعد الشيك باش تلقى فوليوم كبيرة ولا مورال كبيرة باش تنجم تلعب به لعبنا ماتش هنا كل جماعية عطاتها فون احنا باقيين في سيري باقيين نعملوا في ماتشات مش خايبين من الكوتش الجديد ان شاء الله نكملوا لي تروا ماتش اللي مثلونا بالكدا ومثلنا كومبيتيسيون الكاف وبون شونس ليسبيرونس حمزة تعتبر اليوم نقطة التعادل في مصلحة شكون من المستفيد اليوم؟ مصلحة هاد مصلحتنا احنا ومصلحة ليسبيرونس عملنا ماتش هنا حسبنا في حتى شيء نقول لك ربي معنا احنا في الماتش اللي مثلونا بون شونس ليسبيرونس الكاف باش نفرح الجمهور على الاقل والناس يوم في الماتش اللي مش منصورش نساوه نتاع الشامبيونز ليغ عباد تحب تترشح ناس متفائله بالليكيب هذي مش اليوم قدمنا اداء ممتاز حبينا نربحوا ولا غالب ماتش عادي مع الترجي هما يمكن جايين في بالهم شي قوي كيب اللي ماهيش موتيفي مي بالعكس قوي كيب واقفه كيب موتيفي لعبنا خير منهم برشا وان شاء الله جاي خير نادي الصفاقس في المستقبل نتصوروا ان شاء الله خير زيد كشف مباراه السيتي نصيح لاسيك الاسم كبير مي انا نعرفه خاطر لعبته كنت الكلوب في الكاف هذه مي الاسم كبير مي ما عادش كلاسيك نتاع قبل نحضروا بالكدا وان شاء الله ربي معانا الانتصار علاش صحيح معنا انت كما نعرفوا معناتها زوز فرق كانوا مجروحين بعد خروج نتاع الشامبيونز ليغ حبينا اليوم معنا نفرحوا جمهورنا اللي جا حبينا نرجعوا الثقه لبعضنا ولرواحنا وما كما شفتوا معناتها المقابله ما كانت سهله نعرفوا معناتها المكشخه كانت عندها ضغط اكثر من احنا خاطر تلعب على الشامبيونز كذلك حتى احنا حبينا معناتها نرجعوا كما قلت لك الثقه ما كما شفتوا المقابله كانت باهيه الحمد لله معناتها الماتش كان من ناحيه واحده معناتها لصالحنا نحن أبار فرصة اللي جاتهم في الأخر ما إن شاء الله معنا تستنى فينا برشا خدمة مع الإطار الجديد إن شاء الله نحن نكونوا حاضرين المستقبل وما زال لدينا ترى ماتش نلعبهم كما يلزم إن شاء الله جاي خير وكهو بعد المباراة شفنا الكورونا رجع بالبيبليك وجورة سيسس بالطبيعة معناتها ديجا أنا قلت لك من الأول حبينا نفرحوا حبينا معناتها تكون نمشيو معناتها باش نسامحوهم خاصة بعد الخروج نتاع الشامبيونز ليغ نعرفوا أوبجيكتيف أي صفيقسي معناها باش نتوجوا به مي هذاك اللي كتب كيما قلت لك معناتها كيما شفت نحب نشكر الجمهور اللي كان حاضر اللي واقف معنا كيما يلزم ديجا شفتوا في ماتش العلمة ولا اليوم كيفاش كان الجمهور معنا معناتها نحب نشكرهم وإن شاء الله كيما قلت لك الجاي خير وكهو توفى ذوليك هي الدنيا ان شاء الله ربي يصبر العائله نتاعو في ربي يصبرنا احنا زاد خاطر بونا هذاك ان شاء الله في الجنه يا ربي ان شاء الله والمستوى نتاع الكلاسيكو متوسط لكن كان فما بعض الفرص لزوز فرق كان ترجي يجم ينتصر كيما نادي الصفاقس كيما يجم يسجل وينتصر نقطه تعادل ما ترضي حتى فريق لنادي الصفاقس للترجي ونتصور انه يعني بالنسبه لنا احنا بعض التغييرات دخلنا بوراوي فرصه ليه انه يلعب مباراه كبيره الشاب من شبان النادي بدينا في اخر الموسم هذايا نفكروا في مستقبل النادي شفنا الفتيق على برشا لاعبين شفنا ثلاثه ولا اربعه دي كرومب نتاع تعب هذاك علاش ممكن المستوى ما كانش كبير رضا سي سي بالبوزيسيون الرابعه لحد الان في الترتيب العام نلعب كل ماتش وماتش توا في النادي الصفاقسي ما نجمش نقول لك رضا ولا مرضاش لازمنا نسي باش ننتصروا ونربحوا المباريات وبعد نوصلوا هذيك هي نهايه الموسم ما كانتش كيما نحبوا احنا كثره التعادلات خلت الافكتيف نحبوا نكرو اليوم معناها ما عندنا با بوكو شوا سيرتو للقدام التالي بدينا نلقاو ليكيليبر حناشي على اليمين علي معلول دربالي و ومرياح الحمد لله انه الماتش الرابع التوالي مش قاعدين نقبلوا هذا سيني بوزيتيف ما عادش مركيو برشا انيس